لنا نردده عن فكر وعقيده هل ما آتم خالده عن فكر وعقيده مستهل نردده مستهل الله المآتم خالدة وقدسية وهي كعبة باعتبار النية المآتم خالدة وقدسية وهي كعبة باعتبار النية لا تسايل عنها مو مخفية لا تسايل عنها مو مخفية في قلب كل رافض حسينية نحو آيات الهدى عن فكره مستهل يلا اللي عند عقيدة المآتم خالدة وقدسية وهي كعبة باعتبار النية لا تسايل عنها مو مخفية في قلب كل رافض حسينية في قلب كل رافض نحوي آيات الهدى عن فكر وعقيدة مستهلنا مستهلنا مستهل الله ينغفر ذنبي وجدد عهدي والله غير المات ما نشعل دي ينغفر ذنبي وجدد عهدي والله غير المات ما نش عندي لا تظن حضر تراني وحدي لا تظن حضر تراني وحدي لا شك ويا الإمام المهدي لا شك ويا الإمام الله وبعزان ساعد عن فكر وعقيدة نعم نعم خالد مستهلنا تبقى بيتي الأول باللطم والدمع حين توسل هل ما آتم تبقى بيتي الأول باللطم والدمع حين توسل طاهرة وقدسية ما تتبدل أعتقد كل المشاكل تنحل أعتقد كل المشاكل تنحل والحقائق شاهدة قل لها ما مستهل نردد عن فكر وعقيدة المآتم خالدة عن فكر وعقيدة الله الله شاعر ورادود خادم اسمي شاعر ورادود وخادم اسمي والولاية تشربت في دمي الله يرحم والدي وأي أمي الله يرحم والدي وأي أمي علمون على الدموع ولطمي علمون على الدموع الله ما يغيرون العدا ايه هل ما آتم خالدا نعم نعم كنا مستهلنا يلا يلا عيد ابو رضا عيد الله الله شاعر ورادود وخادم اسمي والولاية تشربت في دمي شاعر ورادود وخادم اسمي والولاية تشربت في دمي الله يرحم والدي ويؤم الله يرحم والدي قلنا قلنا الله يرحم والدي سووا يعلمون على الدموع ونطمي علمون على الدموع ما يغيرون العدا عن فكرة الله الله أنا أستهوي اللطم على الفطرة عيني ممزوجة بمصاب العترة أنا أستهوي اللطم على الفطرة
عيني ممزوجة بمصاب العترة، ابكي لا تمسح مسيل العبرة، ابكي لا تمسح مسيل العبرة، دمعتك تهوي جفوف الزهرة، دمعتك تهوي بجفوف الزهرة، هذه سنة مأكدة مستهلنا وانصار الصبب تتمنى بالمآتم تحضر وتتعنى، قال وانصار الصبب تتمنى بالمآتم تحضر وتتعنى، يا موالي تفكر بهالمعنى، يا موالي تفكر بهالمعنى، يعني هالمتم تراه الجنة، الله جنة الله ومشهد عن فكر وعن الله المآتم خالدة، الله الله قال وانصار الصبر تتمنى بالمآتم تحضر وتتعنى، قال وانصار الصبر تتمنى بالمآتم تحضر وتتعنى، يا موالي فكر بهالمعنى، يا موالي فكر بهالمعنى، يعني هالمتم تراه الجنة، قول يعني الله جنة الله ومشهد عن فكر الماتم خالدة عن فكر وعقيدة مستهل.